فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أفتى بجواز طواف الحائض إذا اضطرت إلى ذلك؟ هذا أفتى به في حالة خاصة في ذاك الوقت، يوم كان السفر شاق وبعيد ولا يصل الحاج إلى مكة إلا بعد أشهر، وقد لا يتيسر لها من يأتي معها، فأفتاها بأنها تطوف لأجل الضرورة، لأنه ما يمكنها تجي أبد، صعوبة المجيء في ذاك الوقت، وأيضا خوف، في خوف وفي سراق وفي قطاع طرق، ففي خوف ذاك الوقت. أما الآن والحمد لله تيسرت وسائل النقل السريعة، بإمكانها تأتي من أقصى الدنيا في ساعات إلى مكة، في حين أنها كان في ذاك الوقت تستغرق أشهرا بالطريق، ومع الخوف اللي فيه، مع المشقة. الأوقات تختلف يا أخوان، الفتوى تكون في وقتها فقط ولا تروح لوقت آخر، الظروف تراعى. نعم.